مرور النهارده اخباره ايه؟ هل في زحمه النهارده خاصه يوم في بدايه الاسبوع يوم عمل يوم الاحد دايما بيشهد كثافات غير اللي بتكون موجوده في اجازه نهايه الاسبوع الجمعه والسبت بيكون طبعا في سيوله مروريه في اغلب الطرق ان ما كانش كلها اصلا لكن يوم الاحد بيبقى المشهد المروري مختلف. ده صلاح سالم زي ما احنا متعودين مع حضراتكم تابع الطرق اللي هي بتكون متعودين ان فيها كثافات في التوقيت ده من اليوم اللي بيطلق عليه ساعه الذروه الصباحيه اللي الناس بتكون رايحه اشغالها كلهم وفي ساعه الذروه المسائيه الناس بتكون راجعه من اشغالها دي اكتر فترتين في اليوم بيكون فيهم كثافات مروريه. صلاح سالم زي ما حضراتكم شفتوا سيوله مروريه في الاتجاهين ولكن ده كوبري اكتوبر وصلنا له القادم من العباسيه متجه لوسط المدينه في احجام حركه مرتفعه في هذا الاتجاه ابتدت تزيد الكثافات كمان في الاتجاه الثاني لكن في منطقه محدده ومعتدين هي بتكون موجود فيها الكثافات اعلى محطه مصر اسفل اكتوبر بديل مروري ممتاز لانه بيشهد سيوله مروريه عاليه جدا جدا في الاتجاهين من بعد ميدان عبد المنعم رياض هنلاقي الكوبري ابتدى يروق في الاتجاهين وبيشهد سيوله مروريه عاليه، الكورنيش قدام وزاره الخارجيه في بعض الكثافات مكمله يمكن لحد مطلع 15 مايو، كورنيش العجوزه والزمالك حاله المرور فيهم عظيمه جدا، الكوبري 15 مايو في الاتجاهين حاله المرور فيه جيده جدا جدا، والتقاطع كمان مع الطريق الدائري حاله المرور فيه جيده جدا لكن ابتدت تظهر الكثافات في المنطقه المعتاده اللي احنا بنشوفها القادمين من مدينه 6 اكتوبر بيسلكوا المحور في نهايه المحور كده وانت نازل ميدان لبنان المنطقه دي زحمه جدا جدا اللي هي المتقاطعه مع الطريق الدائري اظن دي كل يوم بيبقى فيها كثافات فخدوا بالكم بقى الناس اللي بتسلك هذا الطريق يوميا تنزلوا بدري شويه قدر المستطاع بقى نص ساعه ربع ساعه ساعه الا ربع على قد ما بتصحى بدري انت يعني انت وشطارتك زي ما بيقولوا لكن دايما في بدائل مروريه متاحه ومختلفه القادمين من اكتوبر ممكن يسلكوا محور رود الفرج او العكس طبعا القادمين من منطقه مصر الجديده رايحين العكس رايحين ل 6 اكتوبر برضو محور رود الفرج ممكن الدائري الاوسطي ممكن الدائري العادي اللي بيتم توسعته بالفعل تم توسعه اجزاء كتيره منه حتى الان وده ساهم يعني في زياده السيوله المروريه على الطريق الدائري خاصه في الساعات اللي بتبقى مزدحمه فيها والناس كلها بتبقى متكدسه على الطريق الدائري ما بقاش الزحمه زي الاول المناطق اللي بتبقى فيها كثافات قلت كتير جدا وان شاء الله لما ينتهي هذا المشروع ويخلص الطريق الدائري تماما وتتم عمل التوسعه بالكامل ان شاء الله مش هنشوف اي كثافات مروريه على الطريق الدائري ربنا يسلم طريقكم جميعا يا رب خلوا رقم اغاثه الطرق من الاداره العامه للمرور دايما معاكم احتياطي لا قدر الله لو حصل اي عطل لو حصل حوادث على الطرق تم الابلاغ على طول على الرقم 0122111 اربع اصفار تعامل فوري يعني الحمد لله يتم ارسال المساعده او اوناش او ما الى ذلك.